ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي يوم الخميس مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر دريكوف وسفير التنمية المستدامة في الخارجية الهولندية ريني فان هيل الجهود المشتركة لإنقاذ خزان صافر النفطي. واستعرض الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي مخاطر تدهور وضع الخزان النفطي العائم قبالة السواحل الحديدة والتهديدات الإنسانية والبيئية الخطيرة للخزان على اليمن والإقليم والملاحات الدولية وجهود هولندا والأمم المتحدة في حشد الموارد لتنفيذ خطتها التشغيلية المنسقة الرامية للتصدي للتهديد الذي يشكله الخزان في البحر الأحمر وإمكانية مساهمة اليمن في تمويل المرحلة الأولى من خطة الإنقاذ. وعبر الشرجبي عن تقدير الحكومة اليمنية ودعمها للجهود المبذولة لمنع وقوع كارثة بيئية قبالة سواحل اليمن من شأنها التأثير على المنطقة والعالم، وشديدا على ضرورة حشد الجهود والموارد اللازمة لتفريغ خزان صافر النفطي على الفور. وأكد أن وزارة المياه والبيئة ستعمل على دراسة إمكانية مساهمة اليمن في تمويل تنفيذ خطة الأمم المتحدة الطارئة لإنقاذ خزان صافر خلال الأيام القادمة. من جانبهما ثمن المسؤولان الهولنديان تعاون الحكومة اليمنية وما تقدمه من جهود ودعم لتنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ صافر، مشيدان بتفاعل وحرص وزارة المياه والبيئة على معالجة وضع خزان صافر النفطي وإنهاء التهديد البيئي الذي يشكله على العالم.